التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة الدعاء للمرحومين، والدعاء والتكبيرة الرابعة الدعاء مع عامة المسلمين واللي ما عرفوا له قل اللهم اغفر لهم وارحمهم. في
فين وصل العلاج الاخوان ديالنا مساكن؟ شوف حنايا ملي وقعت الفاجعه حنا تصدمنا في وسط الحي هي الاولى، زائد مشي داونا الاخوان ديالنا مستشفى محمد الخامس، تاخذوا الاجراءات الاوليه تما ودفعوا من مستشفى جامعي. على غدا مشينا تما المستشفى الجامعي، يعني كاين مقابله، كاين الطبيب نقي ومزيان الخدمه وهذيك، ولكن اللي تفاجئنا به هو الدواء. الدواء غالي باش تعالج الساد الناس، وكيطلب تكلف بزاف. شحال تقريبا تكلف حيت جمع السيما بالرغم عليه؟ انا دابا التكلف كل نهار على حسب، ثلاث ايام الاولى تقريبا جوج دملاين ونص الدواء. هادو دابا غير الاصدقاء والاقارب، كل شيء دابا هادشي هذا حنا اللي كنقوموا به، اغلب الاصدقاء الشباب ديال الحي اللي حتى واحد ما كيبغي لا يبين اسمه لا والو، الدراري كتخدم في الخفاء، وحنا ما بغيناش شي واحد يجي يركب على الموجه، لان الناس اللي مكلفين تما لا الابن موالين الدار لا النسيب ديالهم لا واحد الجار ديالهم الله يخلي الله يذكره بخير، يعني الناس واقفين تما، وحنايا كنحاولوا نخدموا على برا ونجيبوا داكشي اللي كيكتب الله ولكن باش كنتفاجئوا كتجبر فكتوره الدواء فيها 5220 درهم، ماشي سهله. هاد الناس هادو تحرق لهم الدار، تحرق لهم كلشي، كتزيد تحرقوا من تينا في ذاتهم، لان لو نوصلوا داك الميساج لذاك المرضى يوصل لهم ميساج بان حتى الدواء كيتشرى، هذيك حنا كنعرفوا هاد المسائل بحال هذه كتكلف بهم الولايه، يعني كان هادشي اللي كنعرفوا حنايا، ولكن دابا حاليا ما عرفناش هي التوجه فين ماشي. نقدروا نقولوا مشات لهم الدار وما يمشيو ما بقى لهم والو، عاد زيد عليها المصاري. وهي داكشي اللي كنشوف دابا حنا قد ما كنمشيو تما حنا كنعيشوا معاهم معاناه، كاين دابا الناس في الحي مساكن كيجيب لهم الشغل ديالها. انا الواحد ملي بدات الفاجعه باقي ما بديت لا خدمه لا والو، ماشي غير انا، بزاف الاصدقاء ديالي واقفين على هادشي هذا، كنحاولوا نتعاونوا مع بعضياتنا نسيو داك الدري اللي تما مسكين ولا نسيبو نسيوهم في شويش في داك الثقل اللي عليهم والهم، ولكن خصنا نعرفوا هاد المسؤولين هاد اللي ما توقفش معايا انا في الدار تحرقت لي راس مالي كامل تسولت من جديد، فوقاش غتوقف معايا الدوله هذه ولا هاد المسؤولين هادو؟ ما فهمناش. والرساله ديالك اللي غتوجهها؟ كنتمنى الرساله ديالي كنوجهها للمسؤولين، ماشي يجيو بعد الناس كيجيو يركبوا على الموجه، ما يركبوش على الموجه، واللي بغى يتوصل يتوصل مع واحد من الضحايا جالس تما في الطبيب اللي هو اللي مسكين هو اللي كان برا الدار وفلت، هذاك يتوصل معه شخصيا. اما اذا كنا غنخدموا على الاعلام ونكبروا ونبانوا على بعضياتنا ما خصناش، وكنتمنوا نربي الدعاء ديال الانسان ومعاونه، وديك المعاونه تكون من احسن يجيونا، قلت لك ما نمشيوش بشي اسم شي واحد اخر، يكون التنسيق بين موالين مولش، يعني هو تما مقابل المسكين هايز بيدو، وكنتمناو نربي واي واحد يشوف فيهم اول حاجه يشوفوا هذا الدواء هذا كيفاش ينقصوه، يكون على حساب الدوله ولا ما عرفناش كيفاش هذيك الشغل ديالهم، هما اللي خصهم يخدموا. ودابا صافي الناس السبيطار الدوله طالع عليهم النهار، طالع عليهم النهار وسامعين 1800 درهم الشامبري هما السابعين، باقي ما عرفوش. لا هذيك حتى كيجيو يخرجوا عاد كيجمعوا لك الضربه كبيره. دابا حاليا شامخين عليك غير مشي جيب الدواء 5000 درهم 3000 درهم وانت هنا كتجري تما، ونتمنوا ربي الله عز وجل يصلح كل شيء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.